والآن إليكم المقادير. المقادير تم تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول هو 300 جرام تفاح أحمر، ملعقة شاي من القرفة أو الدارسين، 50 جرام من الجوز، 20 جرام سكر، و10 جرام زبدة حيواني. أما القسم الثاني من المقادير فهي كالتالي: عدد 2 بيض، 250 مللتر حليب كامل الدسم، 100 جرام زبدة حيواني، 11 جرام من البيكنج باودر، 200 جرام طحين حلويات، 110 جرام سكر. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. وضعنا المقلاة على النار، ووضعنا بداخلها رشة من زيت الزيتون، وسنتركها الآن على نار هادئة. بعد ذلك أخذ التفاح هكذا، أعمل على تقسيمه إلى نصفين، هكذا، وبعد ذلك أقسمه إلى 4 أقسام، أي تفاحة 4 أقسام، وسأعمل على إزالة البذور منه هكذا. ومن ثم سأعمل على تقشيره من قشرته الخارجية. وبعد أن قشرته سأعمل على تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة هكذا، وأضعها في المقلاة مع زيت الزيتون. ها هي مكعبات بحجم 1 سنتيمتر تقريبا. ونستمر حتى نفاذ الكمية لدينا. وها قد انتهيت من تقطيعها ووضعها في المقلاة هكذا. الآن سأعمل على تقليب التفاح مع زيت الزيتون في المقلاة هكذا. الآن سأضع بما مقداره 10 جرام من الزبدة الحيواني التي تعادل السمن البلدي لديكم. نضعها فوق التفاح في المقلاة، نحاول إذابتها هكذا، وبعد ذلك نقلب التفاح مع الزبدة في المقلاة. والآن سأعمل على تغطيتهم لينضجوا. والآن بعد مضي 10 دقائق تقريبا سأضع للتفاح مع الزبدة السكر الأسمر بما يعادل 20 جرام. هذا سكر أسمر. بعد ذلك سأضع ملعقة شاي أو ملعقتين من الدارسين أو كما تسمونه القرفة فوق التفاح هكذا، فهذا يعطيها مذاق لذيذ جدا. أقلبهم مع بعض
وأتركهم على نار هادئة بعد ذلك. سأرجع الغطاء وأنتظر قليلا. والآن وبعد مضي القليل من الوقت، ها هي المقلاة فيها التفاح. الآن سأضع الجوز بما يعادل 50 جرام من الجوز على التفاح هكذا، وأقلبهم مع بعضهم البعض. وأرجع الغطاء مرة أخرى وننتظر. وها هو التفاح بعد أن نضج مع السكر والجوز والزبدة الحيواني، أخذ اللون الذهبي الجميل. سأضعه الآن جانبا. الآن سنعمل على نخل الطحين، وذلك لإدخال أكبر كمية من الهواء إليه لتعطينا وصفة ناجحة. الآن وضعت البيكنج باودر فوق الطحين هكذا، هو الآخر نخلته. وضعت الطحين المنخول جانبا. الآن أخذت الحليب، سأضع فيه السكر الأسمر، ومن ثم سأعمل على إذابة السكر مع الحليب هكذا. نستمر حتى يذوب السكر تماما بالحليب. الآن نضعه جانبا. نأخذ الزبدة الحيواني أي السمن البلدي، نضعها في الكاسة هكذا. وبواسطة الخلاط الكهربائي اليدوي سأعمل على خلطها هكذا حتى تصبح معنا كالكريمة، ذلك لأن الزبدة الحيواني بدرجة حرارة المطبخ فقد أخرجتها من الثلاجة قبل ساعة. أترون الزبدة الحيواني أصبحت كأنها كريمة. الآن سأضع فوقها البيض. وسأعاود خلط الزبدة الحيواني مع البيضة الأولى هكذا. وصفتنا لهذا اليوم سهلة جدا وبسيطة، وبإمكانكم إعدادها خلال دقائق فقط. الآن وضعت البيضة الثانية وسأعمل على خلطها مع الزبدة هكذا.
نستمر. ها هو خليط السكر مع الحليب الذي أذبتهم قبل قليل. أعمل على تحريكهم قليلا الآن، وسأضعهم فوق خليط الزبدة مع البيض وتدريجيا. والآن سأعمل على سكب المواد السائلة فوق الطحين بأجمعها هكذا، ونخلطها مع الطحين جيدا. كما ترون أمامكم في الفيديو، ونستمر بالتقليب مدة 10 دقائق تقريبا. والآن سأعاود خلطهم مرة أخرى بواسطة الخلاط الكهربائي هكذا. الآن وبعد مزجهم جيدا، سأضع التفاح فوقهم هكذا. والآن سأحركهم مع بعضهم هكذا. بعد ذلك سأضع العجينة هذه في قوالب، ومن ثم أضعها في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية وعلى الرف الوسط. انتبهوا لدرجة حرارة أفرانكم، فدرجة حرارة الأفران تختلف شدتها باختلاف ماركاتها. أترون السائل، سائل عجينة الكيك أصبح جاهزا، وها أنا أسكبه في القوالب. وهكذا يبدو شكل حلوياتنا بعد أن أخرجتها من الفرن، لذيذة وشهية وذات رائحة عطرة جدا. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم مافين دي مانثانا قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي،
وتفعيل زر الجرس لمن اشترك في قناتنا ولمن لم يشترك بعد، ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل فيديوهاتنا إليكم دون الأناء والبحث عنها في اليوتيوب. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في التعليقات، وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. استودعكم الله وأديوس.